امتى يتم تعميم هذه المنظومة؟ امتى اصلا يكون في منظومة واضحة ومحددة فيما يتعلق بالقمامة علشان نخلص من هذه المشكلة الازلية اللي ما فيش حد عارف يحلها لحد دلوقتي؟ على كل الاحوال احنا بنتعامل مع كل الصور اللي بتوصل لنا من كل المحافظات وكل المناطق في مصر نظيفة، الحملة اللي اطلقناها من خلال صفحة الحياة الرسمية على الفيسبوك، وبنتعامل مع كل اللي بيجي لنا كمان على الهاشتاج مصر نظيفة. من مغاغة جات لنا صور، من مغاغة في المنيا جات لنا صور بعرضها أمام حضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين مشاهد مؤسفة، مشاهد بائسة، مشاهد إن دلت على شيء تدل على الإهمال. أحمد من المنيا، أحمد برحب بيك، وهو اللي أرسل لنا الصور على ما أعتقد. أحمد برحب بيك. أهلا كثير. يعني عايزك توصف لي المشهد وتقول لي المحافظة بتعمل ايه، الحي بيعمل ايه، والمحليات بتعمل ايه، وهيئة النظافة عندكم بتعمل ايه؟ مفيش حد يا باشا بيعمل حاجة، ولا حد من دول بيعمل حاجة. حضرتك يا باشا في صورة من الصور اللي جات لك، تمام، ان العربية اللي بترمي الزبالة اصلا تبع المجلس المحلي، تبع مجلس المدينة، تمام. ايه ده يعني كده؟ ده ان المحافظة ما بتعملش اي حاجة. وحاولتوا ان انتوا تتواصلوا معاهم؟ احنا على طول بنعمل ايه لما الحكومه نفسها اصلا مش بتقدر كده، وهي اللي هي اللي بتعمل حاجه زي ايه، بتعمل حاجه زي كده. احنا مع بعضنا كشباب، تمام، عملنا مجموعه وعملنا مشروع يعني بحيث ان احنا نضف القريه عندنا، احنا ماليش دعوه بالمحافظه الثانيه لغايه احنا بنطور نفسنا، بعد كده بنخش وضع المركز والمحافظه وكده. طيب يا احمد، دي عربيه المحافظه اللي بترمي، اللي انا شايفها دي عربيه المحافظه مش كده؟ ايوه، دي عربيه المجلس، عربيه المجلس المدينه هي اللي بترمي الزباله. بترميها فين ده؟ دي بترميها على الطريق بتاع مغاغة، في طريق مغاغة اللي هي طريقين، تمام، اللي هو طريق زراعي اللي هو اسطول ده، تمام، اسطول من اسطول بالمية كده، ده اللي هو الطريق الزراعي السريع. في طريق ثاني كده من تحت مقطع المغاغة برضه العربية الزبالة بتكب فيه، يعني الطريق ده الدخلة بتاع المغاغة نفسها العربية الزبالة بتكب فيه. والطريق يعني ده طريق رئيسي يعني بتمر منه عربيات وبتمر طريق رئيسي؟ ايوه طبعا. تمام يا احمد، انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. زي ما حضراتكم شايفين امامكم الصورة، يعني لما تبقى عربيات الوحدة المحلية أو عربيات المحافظة أو عربيات المنطقة هي اللي بترمي القمامة على هذا النحو في الطرق الرئيسية عشان تتخلص منها، ده أمر إن دل على شيء يدل على ضرورة محاسبة كل المسؤولين عن هذا الأمر. نروح نشوف دمياط والصور اللي جات لنا. يا الصور اللي جات لنا من دمياط سيئة جدا. أستاذ مراد من دمياط. ايوه، مساء الخير يا فندم. تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. حضرتك احنا بنعاني اشد المعاناه بسبب المنظر اللي حضرتك شايفه ده. تمام. ومفيش اي استجابه من المسؤولين. وكذا مره يجي المحافظ لدمياط ونروح له نعرض عليه المشكله، نقول له احنا بنطالب بتخطيط الترعه، يقول لنا حاضر وهنطرح لها ميزانيه، ولا حياه لمن تنادي. امتى اخر مره رحتوا تواصلتوا مع المحافظ؟ اخر مره كان مع السيد المحافظ، كلمناه كذا اكثر من مره وبعتنا له الصور حضرتك دي، وقلنا له ان الامر ده خطير واسبب هنا امراض، وحضرتك المنظر اللي حضرتك شايفه. ايوه منظر سيء. بس امتى اخر مره اتكلمتوا مع المحافظ وفين المحليات ودورها؟ من حوالي 3 أسابيع، أقل من شهر. أقل من شهر. وحضرتك المنظر، المية دي مية الري على فكرة هنا، فاحنا طالبنا بتخطيط المية دي، لأن الأهالي بدل ما حضرتك بيرموا على الطريق، وإحنا ممكن نتعاون مع المجلس المحلي ونعمل حملة نظافة وننظف الطرق، فما بنعرفش، لأن الناس بترمي في قلب الإيه، في قلب حضرتك. في قلب ليه ما بتعرفوش المية. ليه ما بتعرفش تتواصل مع المجلس المحلي؟ بنتواصل، بس هو حضرتك المجلس المحلي مش هنعرف نشتري الميه، القمامه او النفايات دي من قلب الميه. يعني المجلس المحلي عايز تقولي ما عندوش الامكانيات الكافيه؟ مفيش، اقسم بالله المجلس المحلي ما بيعرف، مفيش اي امكانيات خالص عنده حضرتك. طيب بقول لك يا استاذ مراد، بعد اذنك انت روح تاني مره، معلش اتعب، وقدم الطلب للمحافظة. أمرك يا فندم. قدم الأمر لله، قدم الطلب للمحافظة وقدم الطلب للمجلس المحلي، وهات لنا صورة الطلب ده هنا تاني ونشوف إيه القرار أو إيه الإجراء اللي تم اتخاذه. تمام. شكرا ليك يا أستاذ مراد، شكرا جزيلا. صور طبعا، يعني أنا مش لاقي تعليق
بقالي اسبوعين عمال اعلق كل مره اشوف صوره اسوأ من التانيه وموقف اسوأ من التاني. للمره الالف، هل المحافظين بتشتغل؟ في حدود ما نراه هناك حملات، ولكن يبدو انها غير كافيه. كل الطرق المستخدمه طرق غير يعني ايجابيه او لم تحقق جدوى ولم تستطيع القضاء على القمامه، بدليل اللي احنا شايفينه في كل محافظات الجمهوريه، طرق باليه، طرق قديمه. ضروري ان هذه الطرق، على فكره ده باعتراف الوزراء نفسهم المسؤولين، ان هذه الطرق اصبحت غير ذات جدوى.